بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. بالتأكيد انتصار مهم جدا لفريق النادي الأهلي بالأمس على غريمه التقليدي فريق النجم الساحلي، وانتصار مهم جدا في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. انتصار وضع الأهلي في الصدارة في انتظار جولة الحسم إن شاء الله يوم السبت القادم، مباراة الهلال السوداني والأهلي في الخرطوم. إن شاء الله تكون مباراة موفقة لفريق النادي الأهلي ويستطيع تحقيق نتيجة إيجابية تساعده بإذن الله في التأهل لمرحلة الدور ربع النهائي وصدارة المجموعة إن شاء الله. بالتأكيد النادي الأهلي بيسعى إلى تصدر المجموعة خلال الفترة القادمة. مباراة الأمس، وبالتأكيد الكل كان بيتابع هذه المباراة واهتمام كبير جدا خلال التسعين دقيقة بالأداء والناحية الفنية والحضور الجماهيري وانتصار الأهلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه جونيور أجايه. كل دي بالتأكيد تفاصيل الكل اهتم بيها من امبارح لغاية النهاردة، وفي إطار كمان الحديث خلال الأيام اللي جاية قبل مباراة الهلال يوم السبت اللي جاي. لو بنتكلم في عناصر المباراة، مهم جدا نبرز عدد من العناصر عشان نقول هم دول كانوا محور مباراة الأمس. أول حاجة وأبرز حاجة ورقم واحد في كل شيء بالنسبة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي هم جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي بالأمس كانت رقم واحد في كل شيء، في التشجيع والمساندة والمؤازرة وتشجيع اللاعبين والصوت من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة، تشجيع مثالي أقصى درجة. الحضور الجماهيري امبارح بالأمس في مباراة النجم الساحلي كان بالفعل فوق الوصف. تشجيع اللاعبين، الصوت العالي وإيصال اللاعبين الرسائل الإيجابية اللي كان الجمهور عايز يوصلها بالنسبة لتحفيز اللاعبين في مباراة الأمس. كمان البطولة الإفريقية، أهمية البطولة الإفريقية لجماهير النادي الأهلي، حرص الجماهير على أنها توصل رسالة إيجابية للعيبة كمان في مباراة الأمس، وللتأكيد على فكرة أن الجمهور موجود عشان يساند ويشجع الفريق. كل دي عناصر امبارح لو بنتكلم فيها 1 2 3 لغاية 10 لازم نقول شابو لجماهير النادي الأهلي على الحضور المميز بالأمس، على التشجيع المثالي بالأمس، على الكلام والرسائل الإيجابية والرسائل الممتازة اللي وصلت لعيبة طوال التسعين دقيقة. دايما جمهور النادي الأهلي كده في ليه أناشيد وليه رسائل بتبقى بتسير حماس اللاعبين بشكل كبير جدا. مباراة الأمس بنعتبرها بداية إن شاء الله للمرحلة الجاية، وطالما جمهور النادي الأهلي حاضر في المباريات الإفريقية ثقوا تمام الثقة إن شاء الله البطولة بتقرب من النادي الأهلي طالما جمهور النادي الأهلي موجود، ومش موجود وبس، موجود وبيشجع الفريق. دي النقطة الإيجابية اللي كنا حابين نتكلم فيها المتعلقة بمباراة امبارح، لأن دي أبرز حاجة ظهرت في مباراة الأمس بالنسبة لفريق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في استاد السلام. كمان العدد اللي كان موجود لو بنتكلم في 10,000 15,000 بداية موفقة للأدوار اللي جاية. إن شاء الله يكلل كل ده بنجاح في مباراة الهلال السوداني والأهلي يعمل نتيجة إيجابية، لأن مرحلة الدور ربع النهائي أو دور الثمانية في نهاية فبراير في كلام تاني وفي تفاصيل تانية وفي استعداد تاني سواء لحضور الجماهير أو حتى بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. هي عموما مرحلة بنحاول نمر بيها في التوقيت الحالي عشان نتأهل للأدوار اللي جاية، لأن طبعا طول ما احنا بنشتغل على أفريقيا كل الكلام أو كل التركيز أو كل الشغل مش مرحلة دور المجموعات فقط، لا، النادي الأهلي لما بيكون بيشارك في أي بطولة إفريقية دايما بيكون المرشح الأبرز والأول للوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة، فبالتالي نعدي الخطوات ديت وإن شاء الله مرحلة الدور ربع النهائي هتبقى قصة تانية نتكلم فيها وقتها. بس الأهم دلوقتي عندنا مباراة الهلال السوداني، والجمهور بالتأكيد الرسائل الإيجابية اللي كانت في المباراة في الملعب امبارح إن شاء الله هنستمر عليها لغاية مباراة يوم السبت اللي جاي، ده شيء مهم جدا. بعض التفاصيل الفنية أو بعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة الأمس، في كده بعض المباريات ممكن بيكون فيها العامل النفسي مهم جدا، وفي بعض الاحيان يعني بتبقى في بعض المباريات ممكن الاداء الفني ما يكونش على المستوى المأمول، لكن بيبقى مطلوب منك انك تحرز الثلاث نقاط وتفوز حتى لو بفارق هدف او حتى بهدف نظيف. في مباراه تونس كلنا زعلنا على خساره مباراه النجم، لان النجم فاز بالمباراه وهو لا يستحقها نتيجه خطا تحكيمي كلنا عارفينه من الحكم بسواني جوشوا بوندو، واتقال فيها كلام كتير جدا. مباراه امبارح الاهلي الحمد لله فاز بهدف مقابل لا شيء، والاداء ممكن ما يكونش بنفس المستوى اللي الاهلي ظهر بيه في تونس، لكن في النهايه انت انتصرت وخدت الثلاث نقاط وتصدرت المجموعه. وهنا بقى بنتكلم على العامل النفسي، وانت نازل المباراه لا بديل امامك سوى الفوز، فبالتالي العامل النفسي لازم نضعه في الاعتبار واحنا بنتكلم على مباراه كبيره زي مباراه الاهلي والنجم الساحلي. العامل النفسي مهم جدا، فكره انك نازل ومش عايز تخسر، مش عايز تتعادل، عايز تكسب، في ضغوط كبيره، الجمهور عايزك تبقى متصدر المجموعه وتتاهل، هدفك بالتاكيد صداره المجموعه والتاهل، كل دي ضغوط ممكن تكون موجوده، لكن في النهايه العامل النفسي انك نجحت في الانتصار بالمباراه، تصدرت المجموعه،
وعندك بقى مساحة زمن مدة حوالي 4 أيام أو 5 أيام تشتغل على مباراة الهلال السوداني. المباراة صعبة، صعبة مش في الملعب، صعبة في الملعب وخارج الملعب والأجواء الجماهيرية. طبعا النادي الأهلي في السودان إن شاء الله بإذن الله هيلقى استقبال طيب جدا من الإخوة السودانيين هناك، وإن شاء الله هتكون مباراة عربية هيكون العنوان بتاعها هو عنوان الروح الرياضية، وعنوان في إطار الاحترام المتبادل والعلاقات الوطيدة ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني. دايما أي فريق في السودان لما بيجي مصر بيكون الاستقبال على طبعا بالتأكيد أعلى شيء وأجمل شيء، ودايما لما النادي الأهلي بيروح السودان الإخوة السودانيين بالطيبة اللي هي معروفة عنهم دايما بيبقى الاستقبال طيب، لأن الأهلي والهلال أو مصر والسودان دولة واحدة، وبالتأكيد العلاقات الطيبة اللي بتجمعنا ده شيء مميز جدا، والإعلام ليه دور مهم جدا في هذه الجزئية. وإحنا بنتكلم عن هذه المباراة الكبيرة، الإعلام في مثل هذه المباريات الكبيرة والمباريات اللي بيبقى فيها الفائز متأهل والخاسر خارج البطولة، دور الإعلام الإيجابي والرسائل الإيجابية بيبقى مهم إن هو يوصل للجمهور في اللحظة الحالية أو في التوقيت الحالي. طيب هرجع لو أتكلم على مباراة الأهلي والنجم. في شيء كان مميز كمان بخلاف طبعا الحضور الجماهيري المميز ودور الجماهير في تشجيع الفريق. محمد الشناوي، التطور الملحوظ اللي حدث خلال الفترات الأخيرة لمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى على أعلى مستوى. في بعض التفاصيل الفنية ممكن تاخد بالك منها تقول لا في شغل ابتدى يبقى متميز جدا في هذا المركز تحديدا، وده هيكون لنا انعكاس ايجابي طبعا على منتخب مصر في الفترة اللي جاية. فكرة انك بتطلع على الكورة في التايمنج المظبوط، نقل الهجمة بشكل مميز جدا. امبارح لاحظنا ان محمد الشناوي كان حريص على ان كل ما الكورة تكون معاه واول ما بيستقبل اي كورة من هجوم النجم الساحلي يعمل دايما الهجمة المضادة. هنا انت بتتكلم بقى في حضور ذهني مميز جدا لحارس مرمى، الحمد لله وصل لمستوى عالي جدا. تطور في المستوى الفني والذهني والبدني مميز جدا، الارتقاء بأدائك الفني، وكمان انك اصبحت بتتغاضى عن اخطائك اللي كانت ممكن تحصل فترات سابقه وبتتعلم منها، وبتوصل لمرحله انك بقيت عنصر مؤثر ان الفريق يستفيد بوجودك ويخرج فايز بالمباراه. دي نقاط لازم نقولها حقا بصراحه بالنسبه لتوماس بينك المدرب الحراس، وايضا كمان محمد الشناوي الفتره الاخيره اللي عامل موسم حتى هذه اللحظه ممتاز جدا. وانا بقول ده لان محمد الشناوي امبارح طبعا كان تعرض لكدمه وخبطه قويه جدا في الجزء الاخير من المباراه، لكن قدر يكمل المباراه ويتحامل على نفسه عشان كمان يكون في تغيير ثالث هجومي وينزل اليو بادجي في الجزء الاخير من المباراه ويكون في عنصر اضافه مع الجهاز الفني في الاستفاده من التغييرات. النهارده طبعا الشناوي عمل اشعه وان شاء الله الفتره الجايه هيكون سليم وهيكون موجود ان شاء الله مع البعثه في مباراه الهلال السوداني. كمان النهارده الكابتن محمود الخطيب كان ليه جلسه مهمه جدا مع اللاعبين والجهاز الفني بالنسبه للمباراه القادمه وتعقيبا على مباراه النجم الساحلي. جلسه جايه في توقيت مهم، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف بالتاكيد على قطاع كره القدم مع لجنه التخطيط حريص كل الحرص في التوقيت الحالي على يعني ايصال رسائل ايجابيه للاعبين وحثهم بشكل ايجابي على ضروره اسعاد الجماهير في الفتره اللي جايه، وضروره انك تتواجد في البطوله الافريقيه لان اسمك النادي الاهلي. كمان مثل هذه الاجتماعات بيبقى ليها توقيتات مهمة جدا ومناسبة جدا في الظرف اللي انت بتعيشه في التوقيت الحالي. ممكن بعض الجماهير تكون زعلانة بسبب أداء أو بسبب نتيجة انت كنت بتسعى طبعا للفوز واثنين وثلاثة وأربع أهداف، لكن في النهاية المسؤول هنا بيختار التوقيت اللي يقعد فيه مع اللاعب أو مع الجهاز ويشوف المتطلبات للمرحلة الجاية، ولو في أي متطلبات يحاول يذللها، ولو في أي شيء للمرحلة الجاية كمان يحاول يقول لهم الصورة العامة إزاي، وإن كل واحد يقوم بمسؤولياته بالنسبة للمرحلة اللي جاية. في كل الأوضاع كل الفرق طبعا تأهلت لدور ربع النهائي، في فرق تأهلت بأقل من رصيد النادي الأهلي، وده إن دل على شيء بيدل إن مجموعة الأهلي كان فيها 3 فرق بنفسه على الوصول للأدوار النهائية، وده بيدل إن المجموعة قوية، عشان لما تصل لمرحلة الدور ربع النهائي تبقى أنت فعلا متأهل وأنت فعلا عامل بطولة قوية، متأهل من دور المجموعات وأنت كان قدامك منافسين أقوياء. في بعض المباريات ممكن ما يكونش عندك حق يعني عنصر التوفيق بيحالفك، لكن المهم إنك تتغاضى عن ده وتقدر تدرج ده في الفترة اللي جاية وتعمل كومباك كويس جدا في البطولة الإفريقية. في فرق تعادلت على أرضها مباراتين لكن عملت انتصارات خارج أرضها فتصدرت وتأهلت. لو بنتكلم على الترجي، لو بنتكلم على فرق أخرى في البطولة كانت في نتائج غريبة ومعاكسة، لكن في النهاية الانتصار خارج الأرض وتحقيق نتائج إيجابية خارج الأرض بيساعدك في النهاية على التأهل للدور التالي. ده مطلوب في مباراة الهلال السوداني إن شاء الله في الفترة اللي جاية. فقرة الأخبار النهاردة عندنا عدد من الأخبار المتعلقة باستعداد الفريق للمرحلة الجاية، والفقرة الحوارية النهاردة هيشرفنا وينورنا فيها الكابتن ماهر همام نجم طبعا النادي الأهلي السابق والمحلل الفني لقناة الأهلي. فرصة طيبة نتكلم معاه على مشوار البطولة الإفريقية، مباراة الأهلي والنجم الساحلي، الاستعداد لمباراة الهلال،
العوامل الفنية والإيجابية في فريق الهلال، وأيضا كمان إطلالة على مباريات البطولة الإفريقية وتأهل حتى الآن 6 فرق إلى مرحلة الدور ربع النهائي. ولكن الجميع ينتظر المجموعة الثانية، من سيتأهل سواء أول أو ثاني، لأن حتى هذه اللحظة لم يتحدد بشكل رسمي من طرفي هذه المجموعة، لأن برضو الوضع في الاعتبار لسه النجم عنده المباراة الأخيرة في تونس مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي. على الورق الأمور سهلة، يعني على الورق كل بيتوقع أن الهلال النجم هيكسب 2-3 وهيتأهل ممكن ويجيب 12 نقطة، لكن في نفس الوقت كل شيء وارد في الكورة، كل شيء بيبقى متاح في كرة القدم، لذلك لسه الظروف كلها والناحية الرقمية تقدر تقول أن ال3 فرق عندهم حظوظ متساوية للتأهل سواء في الصدارة أو حتى كوصيف في هذه المجموعة الثانية. المباراة هيديرها الحكم المغربي رضوان جيد. وهنا في كلام مهم جدا لازم نلقي الضوء عليه بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة لهذه المباريات. أولا في لقطة إيجابية لازم نشيد بيها، إن الجمهور امبارح بعد ما المباراة انتهت ابتدى يركز ويفكر ويتكلم على مباراة الهلال. وأول عنصر جمهور النادي الأهلي راح ليه، لأن خلاص بقى أصبح الجمهور دلوقتي بقى ذكي ومذاكر قوي الأحداث في البطولة الإفريقية، وبقى عارف مين الحكم المتميز، مين الحكم اللي ممكن ما يكونش موفق، مين الحكم اللي بيبقى ليه حسابات. فده حاجة تسعدنا إن جمهور النادي الأهلي دايما كده بيبقى حريص على مصلحة الفريق، وحاطط دايما كده أهم شيء عنده حاجة إن الفريق ده تتوفر له كل العوامل النجاح وكل العوامل اللي تحقق العدالة في دوري أبطال إفريقيا. رضوان جيد من الحكام النخبة في القارة الإفريقية، عنده 40 سنة، دولي منذ حوالي 10 سنوات، من الحكام المعروفين في البطولات الإفريقية، وكمان من الحكام النخبة ومصنف رقم 1 في الدوري المغربي. للعلم يعني أو للكواليس بالنسبة للناس، رضوان جيد كان مرشح لإدارة مباراة بلاتينيوم زيمبابوي والهلال السوداني في زيمبابوي، لكن لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي رأت إن آخر مباراة للهلال في البطولة الإفريقية مع النجم الساحلي كان حكم مغربي أيضا، فبالتالي تم استبدال الحكم وكان موجود ساكزوي في إدارة هذه المباراة في زيمبابوي. رضوان جيد كان عنده مباراتين قويتين جدا في الفترة الأخيرة، أدار مباراة نهضة بركان والرجاء المغربي في دوري المغربي، مباراة قوية جدا وانتهت 2-2 وكانت في كلام كتير جدا في هذه المباراة، وأدار مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية. بشكل عام نتمنى له التوفيق إن شاء الله ويكون على قدر الحدث في إدارة هذه المباراة. لو بتكلم بقى في إطار تاني، كانت مباراة الترجي التونسي والرجاء المغربي كان من المفترض أن يديرها اليوم نيانت الحكم الكاميروني. الترجي اعترض على إدارة اليوم نيانت، فتم إسناد المباراة إلى بكاري جسامة. هذا الاسم اللي أصبح عنصر مشترك، إذا تم تغيير أي حكم بيكون عنصر مشترك عند الجماهير والكل دايما ابتدى يعترض عليه. الاعتراض مش من الجماهير الأهلاوية بس، لا ده كمان الصحافة المغربية، والصحافة المغربية اهتمت جدا بفكرة إدارة بكاري جسامة لمباراة الترجي التونسي والرجاء المغربي، وكان هناك اعتراض كبير جدا من الصحافة المغربية على بكاري جسامة في هذه المباراة قبل قيادته أو قبل وجوده في هذه المباراة. فبالتالي خلاص الإعلام أصبح مفتوح للجميع، الجماهير أصبحت خلاص عارفة مين الحكم المصنف زي فيكتور جوميز اللي دايما كده يديك صورة السهل الممتنع في المباريات الإفريقية، وعنده قدرة أن يعمل مباراة كبيرة أيا كان من طرفي المباراة. وهنا احنا عايزين نقيس على ده خلال الفترة اللي جاية، عايزين بنفس قوة وشخصية فيكتور جوميز في تونس، في السودان، في أي مباراة في المرحلة الجاية. البطولات الإفريقية لو كل الحكام بيتسموا بنفس المواصفات اللي كان فيها الحكم الجنوب إفريقي، البطولة هتبقى فير بشكل كبير جدا، والأخطاء التحكيمية هتبقى قليلة بنسبة ضئيلة جدا. لو أعرض مثلا منشط في صحيفة أو موقع هوسبورت المغربية، الرجاء المغربي بيعترض على إدارة بكاري جسامة لمباراة الترجي التونسي، لكن الاتحاد الإفريقي في النهاية يعني لم يتم تغيير الحكم، وأصبح بكاري جسامة هو حكم لهذه المباراة، والترجي فاز بخطأ تحكيمي من الحكم المساعد نتيجة طبعا تسلل من فريق الترجي، لكن في النهاية احتسبت هدف وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. في جميع الأحوال خلاص أصبح عندنا خبرة والجماهير عندها خبرة في أسامي الحكام في البطولة الإفريقية، بكاري جسامة، اليوم نيانت، فيكتور جوميز، مبلاك كاتسيما، الحكم الجزائري مصطفى غربال. في النهاية الدائرة كلها هتبقى في هذا الإطار خلال الفترة اللي جاية. عندنا حكم كمان مصري هيكون موجود في الجولة الأخيرة للرجاء المغربي مع شبيبة القبائل الجزائري، أمين عمر هيحكم هذه المباراة في مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا في الجولة القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم. بشكل عام إن شاء الله رضوان جيد يكون على قدر الحدث،
رغم ان كان في كلام كتير جدا في مباراه الرجاء ونهضه بركان في الدوري المغربي، لكن ان شاء الله باذن الله حكم خبره ان شاء الله هيكون ايجابي في هذه المباراه ويدي كل فريق حقه في مباراه الهلال والاهلي، انها مباراه كبيره جدا لا تقبل القسمة على سنين، وبالتاكيد طبعا محتاجين اهتمام كبير جدا من الاتحاد الافريقي بهذه المباراه في جميع الجوانب، سواء من الناحيه التحكيميه او من الناحيه التنظيميه، لان في النهايه مباراه البعض بيصفها انها مباراه كبيره لفريقين سواء لعبوا نهائيات افريقيه سابقه، والفائز منهم او اللي هيحقق نتيجه ايجابيه هيتاهل لمرحله الدور الثمانيه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه اللي بدا الاستعداد الاداري ليها خلال الساعات القليله الماضيه، والنادي الاهلي خلاص حدد ميعاد السفر يوم الخميس القادم، والكابتن سيد والكابتن سمير عدلي هيسبقوا البعثه ب 24 ساعه، وتم الاتفاق او تم الاتصالات مع السفاره المصريه في السودان والسفير المصري هناك لترتيب وجود البعثه في الخرطوم والتجهيز لهذه المباراه ان شاء الله، اللي بالتاكيد هيكون فيها حضور جماهيري كبير جدا. تدريب النهارده كان رينيه فايلر عمل اجتماع بلاعبي النادي الاهلي، وكان الاجتماع تحديدا مع اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه الامس امام النجم الساحلي التونسي، والتحضير للفتره اللي جايه وازاي يكون في تحضيرات فنيه لعدد من اللاعبين خلال الفتره اللي جايه. ايضا كمان رمضان صبحي النهارده كان موجود في التدريب، عمل تدريبات خفيفه في الجيم ثم استكمل تدريباته في الجري حول الملعب خلال المباراه، وفي نفس الوقت الجهاز الطبي او الجهاز الفني بقى خلال الساعات الجايه هنحاول نشوف يعني امكانيه لحاق رمضان بمباراه الهلال، سواء في اصطحاب الجهاز الفني للاعب ضمن البعثه او حتى جاهزيته ومشاركته في هذه المباراه، لكن في جميع الاحوال الجهاز الفني قدر الامكان بيحاول ان هو يشرك اللاعب الجاهز بدنيا وفنيا عشان يقدر يستفيد بيه، ولا قدر الله لو طبعا الاصابه اتجددت لاي لاعب بتبتعد فتره طويله، فبالتالي الجهاز الفني بيكون بيركز بشكل كويس جدا في فكره ان اللاعب يكون في غايه الجاهزيه الفنيه والبدنيه قبل الدفع بيه في المباريات الجايه، ومباراه الهلال طبعا فيها التحامات بدنيه وقويه جدا، فبالطبع ان شاء الله على الاقل ان شاء الله يكون جاهز لهذه المباراه او خلال الفتره اللي جايه. تدريب النهارده كان تدريب خفيف طبعا، امبارح مباراه كانت كبيره وقويه وفيها التحامات بدنيه كبيره جدا، لكن في النهايه الجهاز الفني فضل يكون تدريب خفيف بالكره بالنسبه للمجموعه اللي ما شاركتش، والمجموعه اللي شاركت كان تدريب في الجيم، وكان في بعض اللاعبين حصلوا على بعض الراحات استعدادا للتدريب غدا ان شاء الله، ويكون جاهزيه لمباراه الهلال السوداني. كمان النهارده الكابتن امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي اعاره صلاح محسن مهاجم الفريق الى صفوف نادي سموحه خلال الفتره اللي جايه لمده 6 شهور، وقام النهارده امير توفيق مدير التعاقدات بانهاء كافه الاجراءات الخاصه بانتقال اللاعب على سبيل الاعاره لمده 6 شهور خلال الفتره الجايه، ليكون هيكون ان شاء الله ضمن صفوف الفريق السكندري فريق سموحه خلال الفتره اللي جايه. زياره الكابتن خطيب النهارده مع اللعيبه والجهاز زيارة مهمة جدا واستعداد كمان كويس جدا للمرحلة الجاية قبل السفر إن شاء الله خلال ال 48 ساعة اللي جاية. عايز أقول كمان على جزئيتين مهمين جدا قبل ما أختم وأطلع إلى فاصل ويكون معايا الكابتن ماهر همام في الفقرة الحوارية الأولى. إمبارح البعض كان بيتكلم في فكرة الاستبدال والقيد الإفريقي وإزاي في فرق بتستفيد وفرق ما بتستفيدش. إمبارح طبعا كلنا عارفين إن النجم الساحلي التونسي استفاد بقاعدة الاستبدال وأيد حارس مرمى عشان يكون موجود بديل للحارس الاساسي كارير اللي لعب امبارح والمفروض ما كانش عنده حارس بديل، لكن الاستبدال افاد النجم الساحلي التونسي وايد حارس بديل. النجم الساحلي لسه عنده كمان 3 اماكن ممكن يستفيد بيهم. الوداد المغربي عنده 3 اماكن ممكن يستفيد بيهم. الترجي التونسي اضاف مكانين عشان يستكمل القايمه الافريقيه، ولسه عنده فرصه انه يستبدل 2 لعيبه كمان خلال الفتره اللي جايه. بشكل عام عايزين ناكد على جزئيه مهمه، والملفات دي هتتفتح بس بعد الاول ما نعدي مباراه الهلال، في ملفات كده مؤجله نعدي بس الاول مباراه الهلال ان شاء الله ونتاهل للدور ربع النهائي، وفي موضوعات لازم تتقال عشان الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص في البطوله الافريقيه ده مهم جدا نتكلم فيه، لان كمان لما بتاخد قرار زي ده لازم القرار يطلع من الجهه المختصه. انت عندك في لجان مختصه جوه الاتحاد الافريقي بتناقش هذه الموضوعات، عندك لجنه الانديه والتراخيص، عندك لجان فنيه هي اللجان المعنيه بهذه القرارات، لكن لجنه الطوارئ لما بتتشكل لما يكون في موضوع طارئ لازم تناقشه او تاخد فيه قرار. هذا الموضوع ما كانش فيه اي امور طارئه عشان تناقش فيه هذا القرار، لكن في النهايه بيتم تمرير هذه القرارات في لجنه الطوارئ عشان حاجه واحده بس، لا يتم الطعن عليها. في لجنتين جوه الاتحاد الافريقي تقدر تطلع منهم قرارات والطعن لا يجوز ليك، المكتب التنفيذي ولجنه الطوارئ. لجنه الانديه لو خدت قرار تقدر الانديه تطعن على القرار ويتم تغيير القرار او ايقاف القرار، لكن لجنه الطوارئ لما تاخد مثل هذا القرار بيتاخد عشان من لجنه الطوارئ ما يطعنش عليه.
ولو رجعتوا كده بفتره زمنيه قريبه في احدى الحلقات طلعت وقلت والناس حتى استغربت، قلت قارنوا ما بين اصابات لاعبي النادي الاهلي باصابات فرق الشمال الافريقي هتلاقي معدل الاصابات اكتر عند فرق الشمال الافريقي. لكن يبدو ان معدل الاصابات ده نتيجه المشاركات الكثيره لفرق الشمال هي من ساهمت في تقديم اقتراح بفتح باب الاستبدال مخالف للائحه. فعشان كده الانديه في الاتحاد الانديه في شمال افريقيا نتيجه الاصابات الكثيره وعدم مشاركه لاعبين كثيرين من بدايه المسابقه بسبب الاصابات منح اكتر من نادي سواء في الكونفدراليه او في دوري الابطال من فرق الشمال تحديدا سواء من تونس او المغرب ان هم يضيفوا اكتر من لاعب. ودينا مثل بمباراه النجم الساحلي بالامس ان الحارس البديل ما كانش هيكون موجود لولا بند الاستبدال. وخد على كده وقيس على كده ماتشات جايه هنشوف فيها لعيبه ما كانوش في البطوله اتحطوا في البطوله استفاده من هذا البند، لان في فرق ما استفادتش بلعيبه بسبب الاصابات سواء المشاركه في البطولات المحليه او البطولات العربيه. عشان كده وقتها لما قلت وقتها معدل الاصابات في فرق الشمال اكتر من فريق النادي الاهلي عرفنا ليه ساعتها اتفتح بند الاستبدال، لان فعلا الاصابات في فرق الشمال كانت اكتر من فرقه النادي الاهلي. بشكل عام في ملفات قلنا مؤجله لبعد مباراه الهلال، المهم ان شاء الله باذن الله نتخطى مباراه الهلال ونكسب ويكون ادائك في هذه المباراه من خلالك انت ومن خلال قدراتك وامكانياتك تتاهل الى المرحله الجايه ان شاء الله، ويكون الاهلي بالطبيعي وده مكانه في صداره الانديه الافريقيه واستعداد لمباراه الهلال السوداني والتاهل ان شاء الله لدور الثمانيه. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل فقره فنيه مهمه جدا واحصائيات وارقام مع الكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، وبالتاكيد فقره ان شاء الله هتكون اضافه قويه لكل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. فاصل والكابتن ماهر همام ضيف الفقره الحواريه من برنامج الاهلي الليله. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد والفقره الحواريه مع الكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي وبالتاكيد المحلل الفني لقناه النادي الاهلي. كابتن ماهر منور الدنيا وبسعد بوجودي معاك وليا شرف كبير بالتاكيد. ربنا يكرمك يا حبيبي. اخبار حضرتك الاول؟ كله تمام الحمد لله بالتوفيق يا محمد. يا رب حاجه يعني. جميله يعني ربنا يوفقك. الله يخليك يا رب. اولا طبعا انتصار امبارح كان ناحيه نفسيه وانا باكد دايما على العامل النفسي ده مهم جدا، كان انتصار مهم. طبعا الجمهور كان بيتمنى ان يكون في اهداف يكون في اداء، لكن ظروف المباراه باجواء المباراه بوضع المجموعه نقدر نقول عدينا بنسبة 50% ولسه 50% التانية في السودان. شايف الظروف دي ازاي وبتحسبها ازاي برضو كرؤية فنية لحضرتك في مثل هذه المباريات الحاسمة والتوقيت الحالي للبطولة الإفريقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مبروك للنادي الأهلي وجمهوره ومجلس إدارته ولجنة التخطيط والجهاز الفني واللاعبين. مهم جدا يا محمد في اللقاءات الحاسمة اللي بالشكل ده مهم قوي الثلاث نقاط. يعني من ضمن الاستراتيجية اللي أنت بتشتغل عليها كمدير فني مستر فايلر كان يهمه ثلاث نقاط باي طريقه. يعني يمكن ناس كثيره جدا يمكن الجانب الفني يعني مش مبسوطه من اداء النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك يا محمد ان اللقاءات اللي بالشكل ده بيبقى فيه ستريس واقع بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. يمكن نجم الساحلي تحس انه مرتاح، يعني عنده لقاء مع بريتانيوم يقدر 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 يتفوق عليه بشكل جيد، وعارف طبعا انه جاي القاهره، عارف النادي الاهلي في وسط جمهوره وفي وسط ملعبه اداؤه بيبقى متميز بشكل كبير. النادي الاهلي كان يهمه رد الاعتبار كمان بلغه الكوره، مهم انك انت تكسب المباراه، خصوصا ان احنا يعني خسرنا مباراه النجم الساحلي في تونس بفعل زي ما الناس عارفه. فعايز اقول لك ان الستريس ده محمد على اللعيبه كان باين قوي على الجهاز، كان باين جدا لان الناس مركزه انها تكسب المباراه ان شاء الله حتى بهدف بالظبط. مهم كان الثلاث نقاط. فانا عايز احيي لعيبه النادي الاهلي على الروح القتاليه والقلب اللي كانوا بيشتغلوا من خلاله، وده اللي وصلنا ان احنا قدرنا من خلال التنظيمات الهجوميه اللي احنا بداناها من تحت لحد ما وصلنا للتت الهجومي للنجم الساحلي كنا اخطر يمكن في ثلاث اربع فرص اللي جم منهم الجمله الجميله اللي جه منها الهدف بتاع اجايه، وده بياكد لك المتابعه الجيده للعيبه النادي الاهلي واسرارهم والكثافه العاديه اللي كانت موجوده في الجمله دي بالذات. فكان واضح ان النادي الاهلي عنده اصرار ان هو يحرز هدف بهذا الشكل مميز من خلال التنظيم من خط ظهره لحد نص ملعبه ثم الجزء الهجومي اللي هو في التت الاخير. طيب الجزئيه الثانيه برضو اللي رصدناها في هذه المباراه
وده بعيد بقى عن الناحيه الفنيه بس يبقى لها تاثير ايجابي ودايما بتبقى مسمعه قوي في الملعب، الحضور الجماهيري. امبارح الملعب بالشكل الجماهيري بالتشجيع امبارح كان كل شيء في الاستاد كان مثالي، والتشجيع والمسانده دي انا بعتبر ان الفوز بالحضور الجماهيري قبل الانتصار بالثلاث نقاط، حتى لان الثلاث نقاط مثلا مهمه جدا في البطوله، لكن انك امبارح كسبت تشجيع ممتاز، حضور جماهيري ممتاز، ده مهم على الاقل حتى اللعيبه نفسها تبدا تاخد الاجواء الجماهيريه دي قبل المباراه الجايه. بالظبط. فالحضور ده شفته ازاي ولمسته ازاي وتاثيره على اللعيبه؟ يعني هل الجمهور فعلا تاثيره على اللعيبه بيبقى واضح بنسبه كبيره؟ انا بحيي جمهور النادي الاهلي يا محمد، لان جمهور النادي الاهلي عنده ثقافه وعنده وعي بشكل كبير جدا، لما الفرقه بتحتاجه فعلا بيتواجد بشكل ايجابي. جمهور النادي الاهلي حساس ومتعايش مع لعيبه النادي الاهلي، فهو عارف ان هو رايح استاد السلام يساند بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي عشان تكسب الثلاث نقاط وتأدي الاداء المتميز اللي بيقدمه من خلال الدوري العام ثم المباراه الافريقيه. هو ده جمهور النادي الاهلي، وعايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي طول عمره يعني صاحب بطولات، بيساند بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني واللاعبين في معظم بطولات النادي الاهلي اللي اتحققت من خلال البطولات الافريقيه او المحليه او العربيه، فده مش بعيد على جمهور الاهلي. يعني جمهور الاهلي طول عمره زي ما انت كنت بتتكلم عنده وعي، حتى في التحكيم عنده وعي، حتى في اداء اللاعبين، حتى في الخصم اللي هو النجم الساحلي عارف اللعيبه المميزه اللي ممكن تمثل لك خطوره على اداء النادي الاهلي. وميزه جمهور النادي الاهلي محمد ان هو من اول دقيقه لاخر دقيقه بيفضل يساند لعيبه النادي الاهلي. يعني كان في مشهد امبارح يمكن بالنسبه للباجي اللاعب الافريقي، اول ما نزل شوف تحيه الجمهور له، يعني بيدوله ثقه من قبل ما يبدا، وهو حس بالثقه دي لف وقعد يسقف للجمهور ويحييهم. فانا عايز اقول لك ان تفرق مع اللاعب جدا جدا، ودي ميزه جمهور النادي الاهلي بصراحه ان هو بيساند بشكل كبير جدا اللاعبين. يعني حتى النهارده لو مش يومك لكن تلاقي جمهورك واقف وراه، الجمهور حاسس بقيمه هؤلاء اللاعبين، حاسس بالشغل اللي بيتعمل، حاسس بالتضحيه اللي موجود عليها المنظومه الرياضيه داخل النادي الاهلي. واحنا محمد كمان مع الجمهور بنفرق بشكل كبير، يعني لعيبه النادي الاهلي لما بيبقى في جمهور بيبان بقى روح الفنانه الحمراء، بيبان الدوافع، بيبان الاداء. يعني النهارده مجمل المباراه دي كانت دوافع لعيبه النادي الاهلي والقلب اللي بيلعبوا الروح بيه والروح بصراحه يعني خدت درجه عاليه جدا يمكن اكتر من 100%. وده ابرز حاجه امبارح الروح بالظبط، وده اللي يمكن خلانا نقدر نتفوق على النجم الساحلي. تخيل بقى محمد لو مفيش الروح دي كان هيبقى في صعوبه على النادي الاهلي، خصوصا ان النجم تحسن من بعد مباراه الهلال السوداني ومكسبه للهلال السوداني 2-1 هناك، تحسن اداء النجم الساحلي بشكل كبير جدا، وهو طبعا جاي عارف ان هو بيلعب نادي كبير، قدر يختار الطريقه والخطه اللي يمنع فيها النادي الاهلي، خصوصا ان رجوعه نص ملعبه وانه يقفل على ثلاث خطوط للنادي الاهلي ويقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي، فطبعا كان في خطوره بشكل كبير جدا. هو عمل كمان خطوره وهجمات في الربع ساعه الاولى كمان بالظبط، الشناوي امبارح انقذ هدفين. يعني بتضد الحاجات كمان اللي هو بيلجا ليها ان هو في التوازن الدفاعي ده ازاي يقدر يطلع بالكوره ويقدر يوصل للشناوي، وزي ما انت قلت انا بعتبر ان الشناوي يعني نجم المباراه وتطور بشكل كبير من خلال هذه المباراه ويمكن المباريات السابقه كمان في الدوري العام او انديه افريقيا. فانا شايف الشناوي وصل لمرحله لو نرجع كده زي عصام الحضري زمان، يعني وصل للمرحله دي، النضج بقى والذكاء، وزي ما انت قلت ان بقى مفتاح لعب يا محمد بالنسبه لنا. يعني النهارده الجديد اللي مستر فايلر قدمه من خلال شغله، وانا طبعا بحييه من خلال برنامجك، لان الراجل ده كل ما ده بيضيف حاجه في الملعب، بيضيف حاجات احنا فعلا كانت بعيده عنا او مش موجوده بالحلاوه دي، فمنها اداء الشناوي اذا كان في الجانب الدفاعي ان هو قدر في الحاجات اللي هي فيها مرتدات او الحاجات اللي فيها بالظبط يطلع فيها، والحاجات اللي فيها بدايه الهجمه. يعني هو دلوقتي بيقدر كوره امبارح كان كله كوره لعب كوره، يقدر يطلع الباك، يقدر يطلع العاف، يقدر يطلع كوره في نص الملعب، يقدر يطلع كوره لونج باس او كونتر اتاك للمهاجمين، وهو جريده حس بده في البدايه فبدا يحط له حد يقف قدامه. بالظبط، يعني خلاص جريده خد باله من اللقطه دي ابتدى يعمل ده. بالظبط، لان بدايه الهجمه من تحت يا محمد بتضرب على الاقل خطين، خط الهجوم ونص الملعب، فكان بتمثل خطوره على لعيبه النجم الساحلي. كمان من ضمن الحاجات اللي تحسب للراجل ان احنا كان اختبار قوي جدا في مباراه المقاولين، ان احنا نقصنا بين 10،
يعني برضه خد بالك انك انت بتلعب ناقص، كان مريح عدد كبير من اللعيبه. لف الطرد اللي حصل لرامي ورامي بتمثل مشاكل كثيره جدا على التيم وعلى الشكل وعلى الهيكل وعلى الجانب الفني والخططي اللي بيلعب من خلاله. قدر يرجع متولي وقدر يعمل تغييرات من بره لجوه، اثرت بشكل كبير جدا وقدر يفوز. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتحصل للراجل. هتكلم معاك في تفاصيل فنيه ورؤيه فنيه كده من خلال حضرتك، وجودك معايا النهارده هتبقى فرصه طيبه وعظيمه جدا انك بتتكلم في الفنيات بشكل رائع. ربنا يخليك. وتحديدا كمان فرصه استفيد بوجودك في الناحيه الدفاعيه، لان محتاجين نسمع منك نصائح وتريكات كده، ازاي يقدر المدافع ياخد باله من المباريات الكبيره دي، وازاي يقدر مباراه الهلال يتغاضى عن بعض الحاجات اللي ممكن تكون صغيره بس بتبقى لها نتائج للاسف سلبيه او مؤثره. لكن هدخل في جزئيه العامل النفسي وهبدا بيه الكلام قبل ما اخش في التفاصيل الفنيه. امبارح النجم الساحلي وضح جدا من بدايته في المباراه وتغييراته حتى في الجزء الاخير اخر 10 دقائق، هو جاي كسب اتاهل اتعادل ما عندوش مشكله، خسر بسيطه جدا. ده كعامل نفسي لفريق قصاد فريق عايز يكسب تبقى صعبه جدا. بالظبط. رصدتها ازاي؟ وكانت واضحه قوي في اخر 10 دقائق لما جريدو عمل تغييرين، نزل عنصرين الخبره اللي عنده الابريقي وحمزه الاحمر لما نزلوا اخر 10 دقائق، ودول عنصر خبره من اقدم اللاعبين في النجم الساحلي. رصدتها ازاي وشفت ازاي ان فريق نجم الساحلي بالفعل امبارح كان عايز يطلع بالنتائج دي، وازاي النادي الاهلي قدر بقى من خلال الروح مع الهدوء يتخطى المباراه؟ بص يا محمد، هو المباراه كانت مباراه تكتيكيه، يعني انت عندك اثنين مدربين فنيين على اعلى مستوى موجودين، فايلر وجريدو، وكمان بالاخص جريدو لانه عارف النادي الاهلي، يعني بالزبط. هو عارف النادي الاهلي وعايش مع النادي الاهلي وعارف المنتاليتي والعقليه بتاعت لعيبه النادي الاهلي والاجواء لعيبه النادي الاهلي، وعارف حتى التغييرات. يعني في لقطات جت بعد نهايه المباراه بيحضن وليد وبيقول له يعني انت مقلق وعرفتنا في الفتره اللي انت نزلت فيها. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي عملت نوع من التوازن بالنسبه للاثنين المدربين الفنيين. لكن عايز اقول لك ان احنا الجانب النفسي بتاعنا كان واضح قوي، ان اللعيبه كانت مركزه زياده عن اللزوم، قلقانه جدا. محمد ما انت خد بالك بعد مكسب الهلال السوداني احنا اتحطينا في موقف ما عندناش بديل غير المكسب. بالظبط. خصوصا لما يبقى عندك فرصتين بيبقى يعني الجانب النفسي بيبقى اقل شويه، لكن لما بقى جانب واحد بس هو 3 نقاط فبيبقى في ستريس واقع جدا. حتى الناس استغربت ان بعض نجوم النادي الاهلي ما كانتش في حالتها، لا هم في حالتهم، بس الاستريس اللي موجود عليه ان هو عايز يكسب 3 نقاط، فمطالب منه ان هو يبذل مجهود كبير جدا خلال 90 دقيقه. الثلاث خطوط امبارح تقدر تقول مع الشناوي بذلوا اكتر من 90 دقيقه عشان يوصلوا للهدف اللي هم بيسعوا ليه. عكس الناحيه الثانيه، عنده مش هتفرق معاه لان هو عنده تشانس موجود في ملعبه المباراه اللي جايه. بالظبط. وفرصه سهله بالنسبه له يقدر ياخد فيها مركز اول ياخد فيها مركز ثاني. فكانت الامور بالنسبه للنجم الساحلي اهون بكثير. طبعا جريده طمع يعني في اخر ربع ساعه او اخر 10 دقائق طمع، عشان كده نزل 2 لعيبه عندهم خبرات، قال لك انا ممكن اعدل النتيجه واطلع مع النادي الاهلي 1-1 وتعتبر بالظبط يعتبر مكسب كبير جدا بالنسبه له. لو وصل لمرحله التعادل 1-1 وفي نفس الوقت خلص بقى من المهمه الشاقه اللي هو جاي عشانها. لكن طبعا رجاله النادي الاهلي كانوا واعيين بشكل كبير جدا، اللعيبه بذلت مجهود زي ما قلت لك بشكل كبير، مسانده الجمهور، اداء لعيبه النادي الاهلي حتى مع التغييرات اللي حصلت كانت مؤثره. بعض الفرص ضاعت من النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك ان كان الضغط النفسي للنادي الاهلي كان اقوى من النجم الساحلي، لان الهدف كان قوي جدا والوصول ل3 نقاط مستاهلين يا محمد في المباراه بهذا الشكل. طيب بمناسبه بقى الضغط النفسي، انا قدامي احصائيه المباراه. لو بنتكلم في الاخطاء المرتكبه، النادي الاهلي عليه اتحسب عليه 26 فاول، النجم الساحلي اتحسب عليه 11 فاول. احنا بنتكلم في مضاعفه الاخطاء. بالظبط. ده يترجم الجزء النفسي حضرتك بتتكلم عليه. بالظبط. وده من خلال الاحصائيات واضح قوي طبعا، هي احصائيات المباراه، ان لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك يا محمد في المباراه بالشكل ده بيبقى عندها ستريس بواقع عليها لود جامد جدا بيخليك تغلط. بالظبط. يعني انت لما تبقى انت مضغوط نفسيا بيبقى تركيزك داخل الملعب ساعات بيشت منك، واخد بالك، ويحصل منك اخطاء غصب عنك، لانك انت عايز بسرعه تقطع الكوره، وعايز بسرعه تعمل هجمه، وعايز بسرعه تجيب جول، فده ممكن يوقعك في اخطاء. زي ما شايفين الاحصائيات النادي الاهلي عنده 26 خطا اخطاء موجوده من خلال انحاء الملعب دفاعيه وممكن في نص الملعب، والنجم الساحلي عنده 11. فطبعا هو يمكن اكثر اتزان
اتزانا واكثر. مش محتاج يعمل خشونه كتير بالزبط. لان هو الماتش بالنسبه له لسه عنده فرصه ثانيه. بالظبط. الارقام دي بتترجم المعلومات دي. طبعا طبعا وهو بالنسبه له كمان محمد خد بالك 90 دقيقه بيلعبها قدام النادي الاهلي هو المستفيد الاول والاخير بدنيا وفنيا وتكتيكيا. فالمباراه مباراه قويه بالنسبه له وهو كمان استفاد النجم الساحلي لان برضك اضاف بعض اللاعبين اللي هم محتاجين يخشوا الفورمه الرياضيه فمباراه زي دي تدخلهم بسرعه. فهو طبعا عنده استفاده بشكل كبير جدا على قد خسارته لكن طبعا استفاد. خساره مش مؤثره في مشواره. بالزبط. مش مؤثره في مشواره. طيب برضو في نقطه تانية الفوز بالتحديات. فكره بقى الالتحامات الهوائيه او الالتحامات على ارض الملعب ما بين الفريقين. النجم الساحلي تفوق في الالتحامات نتيجه قله الضغط او عدم وجود الضغط النفسي. الاهلي في الالتحامات قدر يستحوذ او قدر ياخد الكره 62 مره، النجم الساحلي 75. ففي التحديات او في الالتحامات النجم تفوق، برضو العامل النفسي بيدينا ترجمه للرقم ده. بالظبط بالظبط. وانا كمان عايز احييهم لان عدد 62 برضك يعني رقم قريب رقم قريب من النجم الساحلي زي ما قلت لك ان هو اهدى شويه نفسيا لكن انت عندك الاستريس او اللود كبير عليه. لكن عايز اقول لك ان هو طول عمر النادي الاهلي في الاستحواذ بالنسبه له الضغط الاول النادي الاهلي لعب بضغط على النجم الساحلي من بدايه الملعب من فوق على اساس ان هو يقدر يقرب من المرمى ويقدر يسجل هدف يفرق معاه ويديله ثقه. لكن عايز اقول لك ان المباراه بقت رايحه جايه لكن طبعا اخطاء النادي الاهلي يمكن اكتر من النجم الساحلي. لكن عايز اقول لك محمد ان الاستحواذ عندنا طول عمرنا احنا عندنا حاجتين مهمين جدا بالنسبه لنا في شغل النادي الاهلي ومتوارثينها. وانت معكش الكوره بتضغط على الخصم عشان تستحوذ ولما بتستحوذ بتعمل الباصات الكثيره اللي احنا بنشوفها اللي فيها التسليم والتسلم. طبعًا. اللي بعد كده بتبلغ ثغره تقدر تستغل من خلالها وتقدر تجيب هدف واحنا شفنا وده حصل في الجول اللي احنا جبناه في مباراه النجم الساحلي. نترجم كلام حضرتك من خلال الاحصائيه الاهلي الاستحواذ 52% النجم الساحلي 48. التسديدات الاهلي سدد 10 كرات ما بين القائمين والعارضه منهم 3 من العشر. النجم الساحلي 3 من 8. فدقة التسديدات بنتكلم على نسبة 30% للنادي الأهلي. التمريرات الأهلي مرر 410، النجم الساحلي 394. دقة التمريرات بالنسبة للأهلي أكتر من النجم الساحلي 72%، النجم الساحلي 68%. الناحية الهجومية تترجم من خلال عدد الركنيات، الأهلي 6 ركنيات، النجم الساحلي 4 ركنيات. ده واضح طبعا في التت الأخير إن النادي الأهلي عنده تفوق طوال المباراة طوال ال 90 دقيقة. الاستحواذ زي ما اتكلمنا عنه ان الاهلي مميز بهذه الاستحواذ بعد الضغط بيقدر يستحوذ. الاستحواذ يا محمد بيبقى عباره عن النقلات اللي بيلعبها لعيبه النادي الاهلي بالزبط. اللي هي اذا كانت من الاطراف او من العمق او الحاجات اللي فيها بينيه بيمتاز بيها النادي الاهلي. النقطه الثانيه كمان الكرات الثابته احنا اتكلمنا على التصويبات ودي برضك مهاره 10 تسديدات مهاره من ضمن المهارات اللي النادي الاهلي بيلجا ليها بشكل جيد واحنا شفناها. يعني احنا عندنا يمكن حسين الشحات كان يمكن عنده فرصتين او ثلاثه تصويبات بشكل جيد. الشيخ نفس الكلام اجايه الهدف اللي جه نتاج تصويبه السوليه اللي كان بيتقدم ورا المهاجمين كان عنده. ديانج نفس الكلام. معلول محمد هاني يعني عايز اقول لك ان النادي الاهلي بيجيد مهاره التصويبات ودي مهاره بيرجع ليها النادي الاهلي اذا كانت من خلال الكور الثابته او الكور المتحركه والحمد لله رب العالمين النادي الاهلي كان عنده التفوق في هذه المباراه بشكل جيد. طيب ننقل بقى على العامل النفسي بس في المباراه القادمه. هنا الكفه بتتنقل. الهلال السوداني لازم يكسب عشان يتاهل. الاهلي عنده كذا فرصه زي فرصه النجم الساحلي في مباراته مع الاهلي. العامل النفسي هنا بقى انت كفريق النادي الاهلي رايح بظروف وعوامل نفسيه مختلفه تماما عن مباراه النجم الساحلي. عندك كذا فرصه انك تعمل نتيجه ايجابيه عشان تتاهل. بالزبط. الهلال ما عندوش غير فرصه واحده انه يكسب. العامل النفسي ده ازاي انت تستفيد بيه لصالحك عشان ترجع من السودان بالتاهل ان شاء الله للدور الثمانيه. هو طبعا مباراه يوم الجمعه ان شاء الله السبت ان شاء الله السبت الهلال والاهلي دي مباراه تاريخيه بالنسبه للفرقتين. يعني الهلال بيمثل الكره السودانيه، الاهلي بيمثل الكره المصريه. الهلال عنده جماهير بتعشقه زي النادي الاهلي حوالي 25000 متفرج شفناهم في مباراه النجم الساحلي بيساندوا الفريق بشكل جيد. الهلال يهم محمد ان يعمل مباراه قمه قدام النادي الاهلي. يعني طبعا بالنسبه له ده عيد طبعا يوم بيعتبر عيد في السودان ان النادي الاهلي موجود ضد الهلال السوداني. فالهلال ما عندهوش فرصه غير النادي الاهلي ويحقق مفاجاه في المجموعه
في البطولة وياخد ثلاث نقاط، ممكن ثلاث نقاط دول تساعده على الوصول لمركز من المراكز اللي يقدر يعني يطلع يتنقل من خلالها يعني. لكن المباريات اللي بالشكل ده محمد، النادي الاهلي متمرس، عنده من الخبرات موجوده في ال 25 لعيب اللي هم بيشاركوا بصفه اساسيه، عنده من الخبرات من الجهاز الفني المستر فايلر، يمكن دي المباراه السابعه او الثامنه في افريقيا بالنسبه له، فبقى تعود، بقى في تعود بالنسبه له. عايز اقول لك ان النادي الاهلي عنده فرصتين، يعني من ضمن الاستراتيجيه اللي مستر فايلر حاططها لهذه المباراه، انك انت رقم واحد رايح للمكسب طبعا، ودي طول عمر النادي الاهلي، يعني طول عمر النادي الاهلي وبيلعب ما عندوش غير الثلاث نقاط، والمكسب في كل مباراه. فرقم واحد من ضمن استراتيجيه النادي الاهلي ومستر فايلر والجهاز الفني واللاعبين الفوز على السودان داخل السودان. لو الامور تعثرت للنادي الاهلي، عنده من الخبرات وعنده من الدرايه انه يقدر ياخد المركز الثاني اللي هو التعادل. مظبوط. لكن حته الخساره، انا شايف النادي الاهلي الحمد لله 400 وصل لفورمه كبيره جدا، زي ما بقول لك ان ثلاث خطوط بقوا قريبين من بعض بشكل جيد. عايز اقول لك ان المباراه دي محتاجه، بس انت في سؤالك ليا من بدايه الحلقه، محتاجين ثبات في الدفاع بقى محمد. أيوة. يعني دي ما ده بقى السؤال اللي كان جاي فعلا، الناحيه الدفاعيه. الناحيه الدفاعيه، لان انا معايا يعني طبعا مش انا اللي هقول، انا اللي هقدمه، كابتن ماهر همام المدافع الوحيد اللي في مصر اللي تخيله، شوفوا مركزه واهميه مركزه، ما خدش انذار. دي ليها مغزى وليها معنى كبير جدا. انت بتتكلم على عنصر دفاعي مميز في الدفاع وفي قطع الكرات وفي بدايه الهجمه من غير ما ياخد انذار، وده طبعا في عرف الكوره في المركز ده صعب جدا. فانا مش محتاج اقدمه عشان يتكلم على الدفاع ده، يعني انا ليا شرف كبير اني بتكلم مع كابتن ماهر همام، احد طبعا يعني الاعمده الرئيسيه في دفاعات وفي فريق النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. ربنا يخليك يا محمد. فنصايحك وكلامك في هذه الجزئيه كمان لكل اللاعبين، مهم جدا يا محمد ان ما يجيش فينا. يعني احنا طول عمرنا من ايام هدوكوتي لفايسا لمانو جوزيه، طول عمر النادي الاهلي بيلعب، اول حاجه بتتقال من الجهاز الفني للاعبين ان ما يجيش فيك. يعني على قد ما تقدر انك انت تحافظ على شبكتك طوال 90 دقيقه، لان احنا عندنا من الامكانيه الهجوميه الفرديه التكتيكيه لمعظم لاعبي المهاجمين اللي موجودين في النادي الاهلي، نقدر نجيب جول في الدقيقه 90، نقدر نجيب جول في الدقيقه 91، يعني احنا متخصصين في الزمن الاخير ده. فانا عايز اقول لك ان رقم واحد اللي يظبط لك الجزئيه دي، انا طبعا مشفق طبعا على الجهاز الفني، لان انت كل ثلاث ايام محمد في حاجات خاصه، انت يعني من ضمن الملاحظات اللي مستر فايلر بيستكينها عنده خصوصا في الخط الخلفي، بعض الملاحظات الدفاعيه اذا كانت في الوقفه، في الميلان، في التغطيه، في التشتيت. لكن انت بتلعب كل ثلاث ايام اربع ايام، صعبه قوي على المدير الفني انه يقدر يصلح هذه الاخطاء. لكن انا شايف ان مستر فايلر في معظم تدريباته بيحاول انه يكلم مع المدافعين بشكل كبير وبشكل ايجابي. فانت رقم واحد انا في رايي ثبات قلبي الدفاع يا محمد، هيديلك ثقه بشكل كبير جدا. لو انت تلاحظ ان في معظم مباريات النادي الاهلي ما عندناش ثبات في قلبي الدفاع. يعني مره رامي بيلعب مع ياسر، ومره ياسر مع ايمن، ومره كان سعد سمير مع متولي، ومره متولي مع رامي. فانت النهارده ثبات قلبي الدفاع مهم جدا في المباريات المهمه بهذا الشكل. يعني احنا شايفين ان 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 رامي وياسر بقوا واخدين بقالهم ثلاث مباريات يعني موجودين بصفه اساسيه، ودي من ضمن الحاجات اللي مستر فايلر ركز فيها، ان محتاج الاثنين قلبي الدفاع دول يبقوا موجودين بصفه اساسيه. وجودهم يا محمد بيمنع بقى بيمنع الاخطاء اللي احنا بنشوفها، اللي فيها عدم تمركز، الاخطاء اللي بنشوفها واحد ضد واحد، الاخطاء اللي بنشوفها فيها سرعات. فالنهارده تكلف الانسجام طبعا، الانسجام مهم جدا، وجود الاثنين بيخليهم يقعدوا يتكلموا مع بعض. انت عارف ان في كل خط قبل المباراه تلاقي الاربعه اللي ورا قاعدين مع بعض بيكلموا بعض، الاثنين بتوع نص الملعب قاعدين مع بعض بيكلموا بعض، الجانب الهجومي قاعد بيكلم مع بعض، معلول مع الشحات بيكلموا بعض، محمد هاني مع يعني في اعداد من اللعيبه، واخد بالك، بنسميها نوع من التجانس، نوع من التفاهم. مهم جدا ان التحضيرات دي بتبقى اعداد ذهني للاعبين قبل المباراه. فانا عايز اقول لك ان رامي وياسر وجودهم هم بيكلموا بعض، يعني كرة عند ياسر فتلاقي ياسر بيشترك، وبعدين تلاقي رامي عامل عمق دفاعي.
الكرة متأخر بالظبط، كرة عند رامي تلاقي ياسر عامل عمق دفاعي بشكل جيد. حتة الرقابة، السودان عندها راس حربة، مهم ان ياسر يلعب معاه ورامي يبقى مغطي نسبيا. مهم من بداية الصفات الإرادية والشخصية اللي بيتبني عليها المدافع وقلب الدفاع، انك انت بتحاول من اول كرة انك انت تاخد المبادرة، اول كرة انت تقطعها، تاني كرة انت تقطعها، خلاص انتهت القصة بالنسبة لك، دخلت في اجواء المباراة وخدت الثقة وبدأ الشناوي يحس بثقة خط ظهره، خط ظهره بدأ ينقل الثقة دي لنص ملعبه، نص ملعبه بدأ ينقل الثقة دي للمهاجمين. فأنا عايز أقول لك إن نمرة واحد وجود ياسر ورامي بقى لهم ثلاث مباريات موجودين مع بعض، بعد الأخطاء يعني الخفيفة اللي إن شاء الله بإذن الله ما تتكررش في مباراة الهلال السوداني، اللي هو الانفراد واحد ضد واحد، إنه فاجئ إن راس الحربة لوحده رايح للجول. يبقى إحنا محتاجين في التلت الدفاعي وأنا بدافع يبقى ياسر قريب من راجل راس الحربه، وبعدين رامي عامل عمق هتفرق بشكل كبير جدا. ياسر هو اللي بيشترك، لو راجل عدى هيلاقي رامي، والعكس صحيح، لو رامي هو اللي بيشترك ياسر عامل عمق، لو عدت من رامي هتلاقي ياسر. النقطه الثانيه كمان اللي بيعملوها بشكل جيد، لما معلول بيهاجم انا بشوف ياسر بينضم او بيميل ناحيه معلول ناحيه الشمال، ودي حاجه بتحسب للخط وتحسب لياسر. الترحيل لما بيحصل يا محمد ان في معلول بيتقدم يبقى مطالب من ياسر ان هو يميل ناحيه معلول عشان يغطي الثغره اللي ممكن تحصل في المكان ده، ثم رامي بيروح مكان ياسر، ثم محمد هاني بيروح مكان رامي. وده بنسميه اللي هو تحرك الخط بشكل ايجابي، والعكس صحيح، لو محمد هاني بيهاجم هيبقى رامي هو اللي رايح مايل على محمد هاني، ياسر بيروح مكان رامي، وبعدين معلول بيبدا يتحرك حسب تحرك الكوره من جهه لجهه. الثلاثه دول بيامنوا الباك اللي بيطلع بشكل كبير جدا، وبيبقى عندنا زياده عدديه على المهاجمين اللي موجودين، بيبقى يمكن 3 على 1 او 3 على 2، فكده بقاش في خطوره ممكن تحصل. النقطه الثانيه كمان ان في السليه كمان بيقوم بالمهمه دي بشكل جيد، بيميل على معلول شويه لما معلول بيتقدم، ومحمد هاني ممكن ديانج بيميل على محمد هاني بشكل جيد. وانا طبعا بحيي ديانج من خلال الفتره اللي فاتت، عمل حاجه جميله، يعني تقدر تقول كاسحه الغام او قوه دبابه في وسط الملعب، واقفه في نص الملعب بشكل جيد. الله اكبر عليه، يعني ما شاء الله بصراحه، يعني وانا شايف ان ده مكسب كبير جدا لخط النص، بيفكرنا بحسام عاشور لما بدا حسام عاشور في بدايه حياته مع الفريق الاول. واضح ان ديانج كمان قوة وسرعة وانقضاض، وكمان عنده البساطة اللي هي البينية أو الحاجات القطرية أو الحاجات الطولية بيعملها بشكل جيد، كمان عنده تصويبات يا محمد من التصويبات المؤثرة إن شاء الله، لما ياخد ثقة كمان ويبدأ يتقدم هيبقى حاجة جميلة. والسلية كمان بوكس بوكس، لعيب بإمكانياته، أنا وصفته في أحد المرات لما كان معايا أرقام وإحصائيات من خلال دكتور عمرو عبيد في مجلة الأهلي، عمرو السولية كأرقام وإحصائيات أفضل لعيب خط وسط في مصر دلوقتي. بالظبط، إمكانيات فنية وكمان دور الهجومي مع الدفاعي في غايه الروعه، في غايه الامتياز كمان. زي ما انت قلت يا محمد ان من البوكس للبوكس، ودي ميزه الاثنين بتوع وسط الملعب. يعني يمكن ديانج اقل شويه بيأخر شويه، اللي كان بيعوض دي شويه حمدي فتحي بالظبط مع السوليه بيقوم نفس الدور. يعني السوليه كمان بيبقى بره ال 18 وتصويباته الايجابيه بنشوفه، كمان بيخش جوه ال 18 بيعمل دبل باص مع معلول، بيعمل مع كمان بيجيد العاب الهواء، يعني بيحاول كمان ان هو يروح واخد بالك في الحاجات الثابته، فدي من ضمن الحاجات اللي اتطور بيها سولية بشكل كبير جدا خلال هذا العام. خط وسط الاهلي الحمد لله يمكن عندنا افضل لاعبي خط وسط في مصر، بتتكلم على عمرو السولية، بتتكلم على ليو ديانج، حمدي فتحي ان شاء الله لما يرجع بالسلامه من ابرز اللاعبين، وللاسف الاصابه جت في توقيت صعب ورخم جدا على اهم لاعب وابرز لاعب موجود حاليا في دوري مصر وفي النادي الاهلي مع عمرو السولية. حسام عاشور كابتنه والقياده والخبره، قول زي ما تقول على حسام عاشور، دي حاجه بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. حسام عاشور امكانيات كبيره في وسط الملعب، والفتره الجايه ان شاء الله ذخيره قويه جدا في وسط الملعب مع كل اللاعبين، لان كل لاعبين في النادي الاهلي باستخدام فايلر يا كابتن ماهر بالظبط بيستخدم الكل. مباراه الهلال ممكن نشوف عنصر الخبره، ممكن نشوف فتحي. ده انا عايز اقول لك يا محمد كمان، ده من ضمن الحاجات اللي فايلر اتطور فيها الجزئيه دي، لاعب قفشه في المكان ده. يعني قفشه بيلعب يمكن قدام، رجع شويه في حته النص، المركز مركز 9 واتعملت بشكل جيد بصراحه. يعني من ضمن التطويرات اللي الراجل اضافها حتى بالنسبه للقفشه، ان هو كان بيلعب في حته الديفندر ديت، وهو كمان انه لعيب كوره، يعني انت برضك الحته ده
الحته دي يا محمد محتاج لعيب كوره، انك انت لما بتقطع ازاي هتطلع الهجمه واخد بالك للاعبين بالامكانيات المهاريه والفنيه اللي ربنا مديها لك. فانا شايف ان حصل تطوير بشكل كبير جدا زي ما انت ذكرت، بس الانسجام والترابط حمدي فتحي عودته مره ثانيه ان شاء الله هيبقى عندنا قوه ضاربه بشكل كبير جدا في نص ملعب الديفندر بالذات للنادي الاهلي. لكن ناحيه دفاعيه بتاكد على فكره الانسجام والترابط ده مهم جدا جدا، وطبعا لو ما كان في اصابات يعني عندك متولي كان مصاب فبعد، فدخل رامي ربيعه مع ايمن اشرف، لما رجع ياسر ابراهيم وبقى جاهز لعب. فهي فكره بس ممكن ضغط المباريات مع الاصابات ما بتبقاش في الانسجام ده نتيجه التغييرات الاضطراريه بالظبط. وانا عايز اقول لك كمان محمد ان دول جواكر يعني النهارده ايمن اشرف بيلعب مساك وممكن يلعب باك ليفت، فدي من ضمن الحاجات اللي مستر فايلر كمان بيستفيد بيها. احمد فتحي في الباك رايت ويقدر يلعب مساك ويلعب عرض فندق. الهلال احمد فتحي انا شايف ان احمد فتحي ان شاء الله باذن الله في مباراه الهلال السوداني هيبقى موجود. محمد هاني كمان من ضمن الحاجات باك رايت وممكن مساك، فدي برضه بتساعد الراجل بشكل كبير جدا. المباراه الجايه دي عايزه اثنين مساكين قوه بدنيه وقوه التحامات عاليه. والله موجودين يعني صح. انت انت النهارده يعني رامي وياسر ده المباراه الرابعه بالنسبه لهم، فانا شايف ان يعني في ثقه بشكل كبير جدا وجود الاثنين دول مع احمد فتحي، لان انت برضك محمد المباراه الخارجيه انت بتحتاج اللعيبه اللي عندها عنصر الدفاع بنسبه 75% بالظبط. عكس المباراه الداخليه، يعني انت المباراه اللي في ملعبك انت محتاج لعيبه اكتر هجوما عكس المباراه الخارجيه. المباراه الخارجيه انت بتحتاج لعيبه عندها المواصفات الدفاعيه بنسبه 75%، وبالنسبه للجانب الهجومي بيبقى مثلا 30% 40%. التوازن ده مهم جدا في المباراه الخارجيه. زي ما انت قلت انا شايف ان احمد فتحي ممكن يبقى موجود في مباراه الهلال بصفه اساسيه في حته الباك رايت، ونتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك الثبات ده مهم جدا للرباعي اللي موجود، هو ده اللي هيدينا ثقه، هو ده اللي هيدينا امان، وهو ده ان شاء الله باذن الله رب العالمين يحطك على ثلاث نقاط ومكسب المباراه. طيب نقطه ثانيه بقى بعيد عن الفنيات بس ليها ارتباط مهم جدا بالملعب، وفي مباراة حاسمة وحساسة كان معاكم حكام طبعا، كان زمان كان في مواقف غريبة لكن لسه موجودة بس بنسب معينة. المباراة القادمة هيديرها الحكم المغربي رضوان جايب. الحكم المغربي طبعا عنده 40 سنة، دولي من حوالي 10-11 سنة، من حكام النخبة في إفريقيا، اسم كبير، لكن في نفس الوقت بعيد شوية عن المباريات الإفريقية من فترة تحديدا في دور المجموعات. يمكن دي أول مباراة ليه في دور المجموعات منذ انطلاقه في الجولة الستة، جاي في آخر جولة. شايف ازاي الجزئيه دي؟ وكان المفروض في كلام بيتقال على بكاري جسامه، بس طبعا بكاري جسامه مش هيحكم المباراه دي نهائي، ده كلام نهائي. بكاري جسامه اصلا ما كانش هيحكم مباراه الترجي والرجاء، وجه بديل لاليوم يانت. فعنصر التحكيم في افريقيا، انشغال الجماهير بهذه الجزئيه، حكم مغربي في مباراه عربيه ديربي عربي بين الاهلي والهلال، الاجواء دي ازاي بتحسها كلاعب او ككوتش كمدرب؟ انا بالنسبه للحكم المغربي مكسب كبير، مباراه كبيره ومحتاجه منه ان هو يبقى يعني فت بدنيا وذهنيا وتكتيكيا، ومهم جدا انه يوصل بيها بره الامان. فيعني عارف انت في المباريات الكبيره دي بيبقى الحكام زي لعيب الكوره، انت عايز تلعب مباراه كبيره بالزبط. عشان تبدا يعني تحطك وتبروزك في المحك الدولي والمحك الافريقي بالنسبه للتحكيم. فانا شايف يعني ان المباراه وطبعا وموقفها وحساسيتها هتخليه يا محمد ان هو يخرج بيها بره الامان. يعني انا احساسي كده، يعني انت حكام من شمال افريقيا انا شايفهم من الفتره اللي فاتت ديت بيأدوا بشكل كبير جدا، خصوصا اذا كان في مصر او خارج مصر او في افريقيا. فانا عندي ثقه كبيره جدا في حكم رضوان جيد دوت ان هو يأدي المباراه دي على اكمل وجه. وزي ما قلت لك ان الحكام كمان بقى عندها تطلع، انا عايز ابقى احسن حكم في افريقيا، انا عايز اروح كاس العالم، عايز ابقى حكم يعني ترتيبي من الترتيبات اللي هي الاولانيه بالظبط. فاحنا طول عمرنا ما بنحطش في دماغنا حته التحكيم دي يا محمد، يعني طول عمرنا بس بقت مؤثره بشكل سلبي يا كابتن ماهر، لان كمان الجمهور يعني الجمهور لما انفعل على فكره ان في خبر حتى لو خبر غير صحيح ممكن يكون بكاري جسامه، الناس كانت متضايقه جدا. وطبعا خبر غير صحيح واستحاله يكون بكاري جسامه لانه لسه محكم في الجوله اللي فاتت من يومين، فمش هيحكم جوله خمسه وسادسه، واساسا كمان مش احنا اللي بنعترض، ده حتى الصحافه المغربيه يمكن موقع هو سبورت المغربيه نشر منشيت وكتب منشيت قبل مباراته مع الترجي قال ان الرجاء بيعترض على بكاري جسامه قبل مباراته مع الترجي، لان كان عندهم معلومات ان اللي هيدير المباراه اليوم نيانت والترجي اعترض فجيب بكاري جسامه.
فالجمهور او الناس خلاص بقت كلها عارفه ده كويس ده وحش ده موفق ده غير موفق ده ليه حسابات ده ملوش حسابات. يعني انا 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 معاك لان جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لك عنده ثقافه وعنده وعي بشكل كبير جدا وعارف ان معظم الحكام يعني ضرونا بشكل كبير وفي النهائيات يعني في بطولات ضاعت مننا افريقيا بسبب الحكام. لكن انا بكلمك على الجانب الفني كجهاز فايلر وهو بيشتغل مش في دماغه طبعا استاذ عبد الحفيظ واللاعبين مش في دماغه اي حد بيحكم لان انا رايح عندي اهداف عايز احققها من خلال الثلاث نقاط من خلال المكسب لو ما قدرتش اخد المركز الثاني اللي هو التعادل الايجابي او السلبي. فاحنا الحمد لله رب العالمين متعودين ورجالتنا ولاعبتنا وجهازنا الفني متعود ان هو بيلعب يا محمد ضد 11 و3 لابسين اسود. يعني تملي بنقول للعيبه والله تملي نقول للعيبه كده يعني عايزك النهارده انت عارف انك انت نازل نازل تلعب ضد 11 لون فانيلا غير خصم بالنسبه لك وثلاث حكام ضدك عشان كمان انت تبقى انت بتتفوق على اللاعبين على الخصم وتتفوق على الثلاث حكام اللي موجودين داخل الملعب. فدي من ضمن الدروس اللي بيتعلموها لاعبتنا وطبعا بتتورث من جيل لجيل. حتى الجهاز الفني كمان يمكن من ضمن تعليمات الكابتن سيد حفيظ بيقول او سامي قمصان بيقول للعيبه خدوا بالكم يا جماعه النهارده ما تحطش في دماغك الحكم خالص ما تحطش في الاعتبار انت بتنزل تلعب كورتك الاهداف اللي احنا رايحينها الدوافع اللي احنا جايين عشانها احنا نادي القرن احنا نادي بطل افريقيا فما تحطش في الاعتبار الحكم وارد انه يخطئ وارد انه هو يموفق لكن حط في الاعتبار انه هو ضدك الثلاثه ضد ال11 فانت بتلعب ضد 14 لعيب. تمام طيب مدلول كده صغير ممكن تدينا عليه قياس يعني كل المجموعات اتحسمت خلاص بس الترتيب لسه لغايه الجوله الاخيره ما يتبقى بس الجوله الاخيره بالنسبه للمجموعه الثانيه يعني مازيمبي الزمالك سان داونز الوداد الترجي الرجاء المغربي ده مدلوله ايه وفي نفس الوقت الاهلي وصل ل 10 نقط وفي فرق كتيره في كل المجموعات ما جابتش ال 10 وتاهلت ده مدلوله ايه وتقييمك ليه ايه بالنسبه كمان للمرحله الجايه ان شاء الله باذن الله محمد انا احساسي باذن الله الاهلي اول مجموعه ان شاء الله ومعاه النجم الساحلي يعني دول اقرب فرقتين في المجموعه بتاعتنا. كل الفرق اللي وسط برضك ليها باع كبير جدا وليها خبرات بشكل كبير وتقدر تقول يعني عندها استحقاق ان هي تصل لاول مجموعه وتاني مجموعه مش 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 مفاجاه بالنسبه لنا. فعلا كل الفرق دي مؤهله كل الفرق ديت عندها تدعيم بشكل جيد خلال الفترة السابقة. عايز اقول لك ان كل الفرق اللي وصلت دي فرق مميزة مرشحة كمان ومرشحة بشكل كبير بالزبط. والامور بتصعب يعني بس نصل ان شاء الله باذن الله اول او تاني في هذه المجموعة وبعد كده هيبقى ليه ترتيبات اكيد طبعا كلام تاني وترتيبات تانية وتفاصيل تانية خطط تانية لعب وشكل تاني واداء تاني باذن الله للنادي الاهلي واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز واللاعبين ان السنه دي باذن الله محمد باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحصل على بطوله افريقيا اللي هي وحشانا بقى لنا 3 4 سنين. بمناسبه بطوله افريقيا انجاز كره اليد احنا طبعا بنتكلم في الكوره بس النهارده كان في انجاز كبير وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ بعثه طبعا منتخب مصر لكره اليد على الفوز بكاس الامم الافريقيه في تونس والتاهل طبعا من ثم الى دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو الصيف القادم. الانجاز ده شايفه ازاي لان هيكون معانا تقرير فيه حاجات طيبه وحاجات تبين قيمه الانجاز بالنسبه لهذا الفريق. بنبارك طبعا لمنظومه كره اليد على الانجاز اللي هم حققوه وهم يمكن كمان والفريق الاصغر لكره اليد. عايز اقول لك ان المنظومه التقرير جاهز. التقرير اتفضل. متشوقين نشوف التقرير اللي بالتاكيد النهارده طبعا البعثه وصلت النهارده بعد العصر وكان في استقبالها التأكيد وسائل اعلام كثيره جدا وبالطبع طبعا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي كان حريص على استقبال المنتخب. نشوف التقرير مراسم استقبال المنتخب والتأهل إلى طوكيو ثم بالتأكيد نتابع ونسمع تعليق كابتن ماهر همام على هذا الإنجاز. لا والله احنا شعرنا كمصريين كلنا طبعا احنا جينا اقل حاجه ان احنا نقابلهم المنشم حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه وانا ومصر الطيران كلها النهارده بشركاتها في الحقيقه كانت بتقابل من هناك مجلس الاداره المحترم كره اليد
حالة جميلة جدا حصلت لنا كلنا، ان المنتخب الثاني للعبة جماعية، لكن مش اي منتخب الهاندبول كمان، يعني بصراحة عامل حاجات كتيرة جدا، مستوى البطولة، مستوى التنافس، القوة، الألقاب او الحاجات اللي موجودة. يمكن كنا بنتناقش جوه مع المونتي شام بيتكلم، يعني احنا ثلاث حاجات، هي بطولة افريقيا اول مره ان احنا نفوز فيها يعني، ومع المنتخب التونسي الشقيق في تونس 2021، ده يؤهلنا ان احنا نكون يعني ثلاث مزايا للفوز بالشكل دوت، بالاضافه للروح الكبيره اللي موجوده، يعني دي حاجه كبيره جدا اللي عملوه، ده حاجه كبيره جدا. لكن انا عايز اقول ان احنا تلقينا تهنئه من يعني معالي وزير الشباب والرياضه في تونس، وكان يمكن لما كنا موجودين ومجلس الاداره بالعكس كان في ترحاب وكان في حاجات كتيره جدا، لكن الجماهير دي في كل مكان، يعني ده ما يمنعش ان كان في ضغط كبير جدا على اللاعبين ان هم يعني يمثلوا بلدهم بشكل كبير، بيلعبوا بقلبهم، بيلعبوا بفكرهم، جهاز فني على مستوى عالي جدا، يعني كل الظروف في الحياه تقول ان احنا نقول لهم متشكرين ونقابلهم ونكرمهم بشكل كبير جدا يعني. ويكفي يعني تهنئه سياده الرئيس بشكل سريع جدا، ودي حاجه يعني بتدينا كلنا دفعه لعجله الرياضه المصريه، ومقابلاته وتكريمه لكل الرياضيين مصر، اكيد دي كلها حاجات يعني لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها ونقول عليها يعني. الحمد لله على كل حاجة، ومصر الحمد لله يعني دايما كده تفرح الفرق المصرية والرياضة تفرح مصر. احنا طبعا شايفين دلوقتي ان الناس مجمعة ازاي، ان شاء الله احنا يعني نقدر نعد ان الوقت اللي جاي هيبقى احسن، وان شاء الله الاداء في طوكيو يبقى كويس، واحنا مبسوطين قوي. معانا عندنا فرقتين، جماعتين الكورة والهاند بول، وعندنا الفرق وعندنا الالعاب الفرديه الثانيه، ان شاء الله يعني منتظرين حاجات كتيره كويسه. ويكفي التكريم اللي اتقال من سياده رئيس الجمهوريه، والتكريم اللي اتقال من معالي رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه، ده كفايه جدا، وده رد كافي جدا، وان شاء الله في مزيد من التكريم ان شاء الله بعد ما نشوف الدوله هتعمل ايه في المواضيع دي. الحمد لله، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ونتيجة اجتهاد كل أفراد الاتحاد من أصغر واحد لأكبر واحد، نتيجة جهد مدرب أكثر من رائع وكوتشنج حاجة على أعلى مستوى. الحمد لله كل لعيبة كان عندها ثقة بالنفس عالية جدا، فوزت حوالي أعتقد حوالي 15,000 متفرج مثلا موجودين في الملعب، عندهم ثقة بالنفس، قدروا يحققوا نتيجة ويسيطروا على المباراة من أول ما تقدموا لحد نهاية المباراة وبفرق كبير، كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مش مشكلة يعني اللي حصل، يعني كان أهم حاجة بالنسبة لي إن احنا نكسب البطولة. الحمد لله الرجالة قامت بالمهمة الحمد لله، وإن احنا نقدر نكسب البطولة في تونس بالذات، فدي حاجة كبيرة لينا، وإن هي مؤهلة لطوكيو دي حاجه اكبر، كان حلم لينا بقالنا كتير من ساعه ما خسرنا منهم في الجابون، ده كان بالنسبه لنا كانت صدمه، فصممنا ان احنا نكسبهم في تونس، وربنا كرم الحمد لله. بطوله صعبه جدا، بس ربنا كرمنا، خدنا البطوله خطوه بخطوه لغايه لما وصلنا الفاينل، وركزنا الحمد لله في الفاينل. الماتش كان صعب جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر، يعني منتخب مصر يكسب تونس في تونس ومؤهل للاولمبياد، وبتحطك على راس مجموعه في كاس العالم في مصر 21، فبطوله مهمه جدا يعني. الحمد لله ربنا كرمنا، يمكن حاجه ما كانتش سهله ان انت تقدر تكسب البطوله هناك، لكن الناس كانت مستعده وكانت مركزه، وده كان باين في الماتشات يعني. بالنسبه لنا كانت كبيره كلنا ان الرئيس متابع ويعني ان هو بيهنينا، بالنسبه لنا دي كانت حاجه مش قليله خالص. كمان الوزير اشرف صبحي والبشمهندس هشام حطب مهتمين جدا، كانوا مهتمين جدا بينا وكانوا متواجدين معانا، فيعني هو وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه مش مقصرين تماما معانا. الحمد لله كده، والله توفيق عند ربنا واجتهادات من الفرقه كلها جميعا، بالمدرب، كاتحاد، كوزير شباب ورياضه، كجماهيريا برضو، الناس كانت سبورت لينا قوي بصراحه، الناس واثقه فينا. الحمد لله اللي حصل، وان شاء الله تبقى دي خطوه من الخطوات اللي هناخدها ان شاء الله عشان الاولمبياد وكاس عالم مصر. الحمد لله احنا اثبتنا قد ايه احنا رجاله فعلا، اثبتنا قد ايه احنا متحملين المسؤوليه، قد ايه ان الواحد كل واحد فينا لما بيحط حاجه في دماغه بنقدر نوصل لها. الحمد لله ربنا اكرمنا، لان احنا اجتهدنا بالزياده، وكان عندنا ثقه كبيره قوي في نفسنا، وكان عندنا تحدي ان احنا تونس كسبتنا مرتين في مصر، خدت اللقب من هنا من مصر مرتين، ان احنا لازم ان احنا
ناخد اللقب ده من هناك، لان هو ده الوقت الوحيد اللي احنا نقدر نعمل فيه كده، وربنا اكرمنا اخر كرم الحمد لله وعملناها. انجاز في الفتره اللي فاتت دي كلها الحمد لله، ربنا كلل مجهودنا الحمد لله، ورجاله يعني الحمد لله كانوا على قد المسؤوليه بصراحه، بشكرهم جدا جدا والحمد لله على المكسب. الناس كلها الحمد لله شافت الماتش، الناس كلها متابعه الحمد لله، لينا رصيد الحمد لله عند الجمهور المصري، اللي احنا اصلا من اسباب يعني مش هو احنا المنتخب ده هو يعني هو الاساس بتاعنا، مش الانديه يعني. فالحمد لله الواحد بيمثل بلده وفخور جدا بكل حاجه موجوده الحمد لله في بلدنا الحمد لله. اهلا بحضراتكم من جديد. انتصار عظيم ونتائج متميزه لبعثه كره اليد وفي جميع المسابقات. بنتكلم في المنتخب الاول، منتخب الناشئين، الشباب، الاولمبي ان شاء الله باذن الله هذا المنتخب هيكون موجود في طوكيو ان شاء الله، وكاس العالم في مصر. فكل دي ان شاء الله حاجات مبشره بالنسبه لكره اليد المصريه، لعبه شعبيه كلنا بنسعد بيها، وحاجه فخر كبير جدا لما تكون في تونس وفي ملعب رادس الصاله الاولمبيه وفي حضور 25,000 متفرج وبتعمل انجاز زي ده. هي دي كره اليد المصريه. كابتن ماهر، مبروك طبعا لكره اليد، يعني حاجه تشرف الرياضه المصريه، والتكريم لسياده الرئيس لهؤلاء النجوم الابطال المخلصين، وطبعا المنظومه الرياضيه لكره اليد. عايز اقول لك يا محمد ان عندي احفادي 2 بيلعبوا كره اليد في الاهلي، واخد بالك انا بشجع كره اليد من زمان يعني، وعشان حبي ليها بعد كره القدم اضفت احفادي الاثنين. عمر ده حارس مرمى عنده 9 سنين، وعلي ده مدافع قوي جدا بردك ومهاجم قوي جدا. راح كره اليد مش لكره القدم؟ لا، راح كره اليد واخد بالك 9 سنين. ان شاء الله باذن الله يعني مع ربنا يدينا طول العمر. كابتن ماهر قلنا فرصه كويسه، يبقى عندك احفاد بجد بنفس مكانتك في الدفاع نستفيد منه الفتره الجايه. هنعمل ايه، لكن في حاجه ثانيه يعني ان شاء الله بنحضرها باذن الله للدفاع باذن الله في كره القدم. طيب عايز اختم معاك بقى وارجع لمباراه الاهلي والهلال اللي لازم نختم بيها. وانا اتكلمت حتى على بدايه المباراه والقينا الضوء على موضوع الحكم المغربي رضوان جيد، حكم متميز. في الفتره الاخيره في الدوري المغربي في بعض المشاكل الفنيه، بس ممكن في افريقيا يكون مستوى مختلف زي جهاد جريشه. جهاد جريشه في افريقيا بيعمل مستوى متميز هو وامين عمر ومحمود البنا، وفي الدوري ممكن يكون عنده اخطاء فنيه. لكن في نفس الوقت لو انت بتقارن لي رضوان جيد ببكاري جسامه اقول لك لا شتان الفارق. لو بتقارني فيكتور جوميز ببكاري جسامه شتان فارق. لو بتقارن مثلا مصطفى غربال ببكاري جسامه لا فرق شاسع. فبالتالي فكره ان بكاري جسامه او البعض اللي بيحاول يصور ان بكاري جسامه ممكن يكون حكم هذه المباراه فكره غير مطروحه بالمره، والحكم تم اعلانه بشكل رسمي، والاعلام كمان مهم جدا ما يعملش ستريس قوي على الجزئيه دي، لان خلاص التعيينات اتحطت وما فيش حكم يحكم جوله 5 و6 الا ما يكون حكم زي فيكتور جوميز مثلا. بالظبط. تعليق على هذه الجزئيه، لان بعض الاعلام ممكن ينوه لجزئيه ان حد بيعترض، نادي بيعترض، نادي عايز يجيب حكم بعينه، الموضوع منتهي. بالظبط. وزي ما انت قلت يا محمد اعلن خلاص على طاقم التحكيم المغربي رضوان، وانا شايف ان كمان ان بعض التصريحات اللي خارجه من الهلال السوداني ان هم رافضين على السوشيال ميديا، لكن مستنيين لو في حاجه رسميه رافضين يعني. الحكم، وعايز اقول لك ان ده هتدي له صلابه وهتدي له ثقه ان هو يدير المباراه على اكمل وجه. وزي ما قلت لك ان شاء الله يعني احنا ما بنبصش الحكم خالص، يبقى في اعتراضات، ده مين موجود ده مين مش موجود، احنا باذن الله رب العالمين هدفنا واضح قدامنا، اصرارنا واضح، لعبتنا عارفه ان المباراه دي بتعتبر مباراه مصريه بالنسبه لهم، والمباراه اللي بالشكل ده محمد زي ما قلت لك لعبتنا بيبان دوافعها وبيبان روح الفنانه الحمراء. فالحكم انا شايف ان مش هيفرق معانا بشكل كبير، هم يحتاجوا زي ما هم عايزين، كل واحد حسب وجهه نظره. بس انا في النهايه كابتن ماهر برضو انا كنادي اهلي لما اطلع بره يجي لي حكم بنفس القدره وبنفس الكفاءه اللي بيجي لي فيها حكم هنا. بالظبط. يعني فيكتور جوميز امبارح شفت المباراه عامله ازاي؟ حد حس بيه؟ لا لا، هايل، السهل الممتنع. بالظبط يا محمد، ويعني من اول دقيقه محزم المباراه وعارف امتى تاخد القرار المناسب في التوقيت المناسب. انا وانا بره حقي انا كنادي كبير، انا نادي القرن في افريقيا، يجي لي حكم بنفس المواصفات طبعا دي؟ طبعا طبعا، ومن حقنا كمان محمد. وعايز اقول لك ان المباراه مصريه، لان المباراه بين قطبي يعني الهلال بيمثل السودان والهلال الاهلي بيمثل الكره المصريه، والهلال نادي كبير والاهلي نادي كبير طبعا، فمهم جدا ومصريه بالنسبه للفرقتين يعني، عشان كل فرقه عايزه تكسب المباراه عشان تبدا يعني تروح للمرحله الاهم، وما يجيش حكم مبوظ 2 نهائي السنتين اللي فاتوا. طبعا
فانا كنت اتمنى من الاتحاد الافريقي ان هو ياخد قرار يعني خد قرار وبلغ حكم رقم واحد او رقم اثنين لهذه المباراه اللي مباراه مصريه والاثنين يعني قوتين بيمثلوا بشكل كبير جدا اذا كان الهلال السوداني او الاهلي المصري. لكن في الاول والاخر بنقول ان خلاص ان يعني رضوان هو الاختيره لهذه المباراه. اتمنى له التوفيق طبعا، واتمنى ان هو يكون عنده حسن ظن الجميع، واتمنى ان هو يخرج طبعا للمباراه الى بر الامان، واتمنى طبعا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون ربنا يوفقه بشكل جيد، وما نحتاجش التحكيم في هذه المباراه. زي ما قلت لك ان احنا بنلعب ضد الحكم وبنلعب ضد ال11 الموجودين مع الهلال السوداني، وانا اهم حاجه بالنسبه لي وانا بلعب بره ارضي يبقى في حياديه وفي عداله. انا مش عايز اكتر من كده، عايز حكم ينفذ ده جوه الملعب ومش عايز اكتر من كده، ده حق وحق حتى النادي المنافس. وانا شايف محمد ان 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 يعني رضوان عارف قيمه الفرقتين بشكل جيد، ادار مباراه للاهلي والهلال كتير يعني عنده خبرات وعارف قيمه المباراه بالظبط. وزي ما قلت لك ان هو يهمه كمان ان هو يتواجد في المنافسه الشريفه بينه وبين الحكام الخمسه المتواجدين على الساحه الافريقيه، فنتمنى له ان شاء الله مباراه جيده ونتمنى له التوفيق باذن الله يكون حكم عادل. كابتن ماهر همام منورتني وشرفتني، سعيد جدا بالحوار معاك، وقدر الامكان حاول انا استفيد منك باقدر قدر ممكن قبل المباراه الجايه ان شاء الله. انا سعيد بيك يا محمد وبرنامجك، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. شكرا جزيلا. الحلقه كانت مهمه جدا لان القينا الضوء على بعض العناصر وبعض الامور وبعض المحاور اللي محتاجين نتكلم فيها في التوقيت الحالي بعد مباراه النجم وقبل مباراه الهلال. وفي نقطه مهمه جدا لازم اختم بيها حلقه النهارده، الاعلام عليه دور كبير جدا قبل اي مباراه كبيره زي المباريات الافريقيه والمباريات المحليه. مباراه الاهلي او مباراه الهلال والاهلي، لا دايما كده لازم اذكر الهلال قبل الاهلي، المباراه على ملعب نادي الهلال. مباريات الهلال والاهلي مباراه كبيره، مباراه لفرقتين في علاقات ود واحترام متبادل بشكل كبير جدا. الاخوه في السودان اشقاء بنعتز بيهم دايما، ووجود الهلال في الاهلي او في مصر او وجود الاهلي في السودان انت بتتكلم في علاقات اخويه، مش ضيف، هو في بيته. فشكل كبير جدا الاعلام عليه دور مهم جدا من النهارده لغايه يوم السبت عشان ياكد على هذه المعاني في كل لحظه وفي كل برنامج وفي كل ساعه وعلى السوشيال ميديا. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه طيبه، مباراه فيها مستوى فني كبير جدا من فريقين، نشوف مباراه تمتعنا، وفي نفس الوقت ان شاء الله الفريق اللي يؤدي بشكل كويس يتاهل للمرحله الجايه. على المستوى الشخصي كلنا نتمنى بالتاكيد النادي الاهلي ان شاء الله، لان بالتاكيد النادي الاهلي عينه على البطوله الافريقيه، فان شاء الله هيكون حاضر في هذه المباراه بشكل كويس ويتاهل الى مرحله الدور ربع النهائي ويكون موجود ان شاء الله في صداره المجموعه. ايا كان اسم الحكم، النادي الاهلي عايز العداله وعايز الحياديه وعايز حكم تاريخه ابيض وناصع في البطولات الافريقيه، لم يكن له اي سوابق في فترات سابقه، اشتكى منه حكام او اشتكى منه انديه كثيره وكان سبب في اخطاء تحكيميه كثيره. فبالتالي ان شاء الله الاتحاد الافريقي على قدر الحدث عارف اهميه المباراه، لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي الحمد لله بتشتغل بشكل ايجابي الفتره الجايه، عارف اهميه المباراه، فان شاء الله باذن الله مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه وكل مسؤول يقوم بمسؤولياته في هذه المباراه حتى تخرج مباراه فنيا جيده في صوره الاتحاد الافريقي وفي صوره الانديه العربيه سواء الاهلي او الهلال السوداني، وكل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.